حلقة جديدة اليوم، ونحن اليوم وين؟ نحن بغوسطا. غوسطا ضيعة بعتقد أغلبيتكم سمع فيها، وإذا مش سامعين فيها فينا خبركم كتير هينة، هي الضيعة اللي حد حريصة، هي الضيعة اللي بيطلع منها كل البارابونت اللي بتشوفون على كل الشط. غوسطا، شو فيها؟ وين بتاكلوا؟ وين بتناموا؟ شو بتعملوا؟ وهيدي الضيعة قديش قديمة؟ وشو في أشياء حلوة؟ يلا مشوار جديد بوحدة من 2200 أحلى ضيعة بلبنان ببلش هلا. بونجور، رامي شمالي، مرحبا رامي، غوسطا الطريق العام. بدنا نذوقكم اطيب كبه نيه عنا، كله بلدي، ما في شيء لا فاكيوم ولا مجلد ولا شيء. هذه كبة نية مشهورة فيها الملحمة، عنا حلقة مع بهارات وحبق ومردكوش، كله بلدي، نعنع وزيت زيتون طبيعي البلدي، ولحم غنم غير شكل. وهيك ببلش النهار بحماس ونشاط على الطريقة اللبنانية. يلا غوسطا يلا. بشارة شمالي من غوسطا، عمري 34 سنة. غوسطا هي أول شيء محل ما خلقت، ضايعة بنص كسروان، حلوة كتير، فيها مناظر كتير حلوة، لو فيها غطايتا، وفي كمان ناس تبع عندهم طيبة قلب ولا أحلى، رح نقدر نشوفها اليوم. أهلا فيكم بغوسطا، وبفرن محاسب، وفرن محاسب لتحاسب، فوت تروق على حساب، ما بهمه المكاسب، بهمه يربي أصحاب. صار إلي هاي 46 سنة بشتغل هون، بلشت بيع المنقوشة بربع ليرة، واللحمة بعجين بنص ليرة. في شخص كان عندي قال لي فرنك شعشع منه النور وسره بطيب المنقوشة، وضحكة وجهك يا منصور على المنقوشة منقوشة. غوسطا ميدان الشعر، خبز فرانة الرادي، بيت الشعر ببيت النار، كل ما مرقنا زوادي. هذا عمره 45 سنة، هذا قديم سنديان، هذا بس نفت المنقوش ياجي أعملها صحياً ما في منه. شو سر العجينة اللي بتنفخ هالقد ومرتاحة هالقد وفيها هوا هالقد؟ هذه مثل الخبز، الخبز فرن يعني بدك تقول بسم الله الزعترات، يعني عنا كون هون تقريباً شي 300-400 جرام عجين، بعد ما حكينا عن الزعترات. من الساعة 3 فاتح، اوعى تتربق بالبيت. ها هيدا منقوشة مينيموم لشخصين، طلعوا حجمها اساسا، سمكتها، نفختها، قرشتها، ومنقوشة نقش. ليش اسمه منقوشة؟ لانه بتنقش، وبعده على الطريقة القديمة بينقش. طلعوا الهواء اللي بقلبها، طلعوا قديش مرتاحة. محكي لا
بطاطا كشكل بتشبع وبتعبي الراس. حقيقة ألذ بكتير كتير، بتحسوا بالعجينة، بتحسوا برياحة العجينة، فيهم زعترات حدين بلديات غير شكل وكريمة ماكسيموم. الله معك، الله الله يحفظك، الله معك الله. معك أبونا إلي أزي بدير سيدة النصر نسباي بغسطة. نحن موجودين بهذا الدير اللي تعمر سنة 1879 لل 1883 تقريبا، تعمر حتى يكون مدرسة إكليريكية للرهبان لحد مدرسة عين ورقة اللي هي بوادي غسطة على تاني مقلب، على أساس بيكونوا المدرستين حد بعضهم. إذا عايزوا أساتذة هون بيجيبوا من عين ورقة، وإذا عايزوا أساتذة بعين ورقة بيجوا بيعلموا هون. بقي فترة طويلة مدرسة للرهبان. نحن هلأ هون بالطبقة الأرضية على هالميل، كانت منام للتلاميذ الرهبان، هيدي الميل كانت صفوف اللي بيتعلموا فيها مع غرف الرهبان على الطابق الفوقاني. مرقت فترة من بعد الحرب العالمية الأولى، هيدا الدير صار للدير الابتداء بنسميه، اللي بدهم يجوا يترهبوا لعدة فترات، مرة مدرسة، مرة للابتداء، ومرة للطلاب. فإذا هذا الدير ضم لفترة تقريبا 100 سنة، كان كل يوم فيه تقريبا شي 50 أو 60 شخص عايشين فيه. ماشيين شفت سيارة، هلا يمكن شكلها مثل غير السيارات بس أنا حجمها مش ابدا مثل غيرها. هو رينج روفر بس اعرض يمكن بشي 20 سنتي او اطول بشي متر ونص. وساعات بتقربوا بتشوفوا بوزو، بتشوفوا شيء بيشبه الروز رويس واسمه ديزرت رينجر ومش رينج روفر. غريب كتير، ومش بس هيك طلع مفتوح. سقفه بيفتح، بصير تخت، موتور 12 سيلندر، فيه مي، فيه دوش، فيه براد. شكله شبه سوبر سبيشال اديشن، لازم يكون المتحف. أوضة نوم، صالون، سفرة، ماستر بيدروم، رقدة كلها سوا. وحتى ديكابوتابل. نحن هون بمدرسة عين ورقة. هالمدرسة أول شيء انبنيت كدير، انبنيت تحت بالمشرح بسبب العوامل الطبيعية، طبيعة انهدمت. لمن انهدمت عيدوا بنيوها هون، هيدا البنا نحن القاعدين فيه. بنيت وتحت في أبو على طول، على طول المبنى بني الخوري خير الله أصطفين. بلشوا بالبنا تحت بالمشرح سنة 1630 وطلعوا لهون، بلشوا رجعوا بال 1660. تابعوا البنا كدير، عمروا كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير. هالدير خلص، دشنوا البترك أصطفين الدويهي سنة 1698.
ودشنوا نهار عيد الصليب 14 أيلول ودشن معه كنيسة مارليس غوسطا. قال بكلمته بوعظته عن هالدير بده يخرج خير كبير للكنيسة. بعد 90 سنة تممت تحققت نبوءة الدويهي، حولوا الدير لمدرسة. مين حولوا؟ البترك يوسف قسطفين، هي صورته. المدرسة عين ورقة بلشت مثل ما قلنا بعد 90 سنة بال 1787 أو 78 بدأت كمدرسة، ضلت استمرارية لل 1952. آخر فوش كهني كانوا 12 كاهن رسموا الكهني فيها 1952، كان من بينات مؤسسنا مونسيونير إيميل جعارة ارتسم معهم. الهم الوحيد والأكبر يلي هو بيريد ومؤسسنا مجد الله، خلاص النفوس نوصل كلمة الله لقلب كل إنسان، وخصوصا مع الشباب ينشئوا على حب الله وحب الوطن. طلع مرات بقول الناس تسألني ليش بتحب اللي بتعمله هالقد، وبقول أنه بلتقى على القليلة بـ20 شخص بالنهار، وكل واحد بتعلم منه كتير كتير كتير. كل يوم في علم، في أشخاص بتفوت على حياتي بتعلم منه كتير، إن كانوا بلبنان أو برات لبنان. بس في مرات أشخاص بتقعد وبتاخد محل كتير كبير من القلب، وبتصيروا تقولوا شو هالنهار. هيدا البيت يا معلم، هيدا باسم الياس يوسف زيلي، قعد فيه هو يمكن له شي 200 سنة. نحنا بلش بالزيت وبالزيتون على الحمار، بالظروف يبيع زيت في مرجريس. هون مرته كل ما جاب نقلة زيت تهدي أنيني المرجريس. روحوا من هون لعلمة على الحمار على الطريق، كل شيء في شتاء وطوفان يجي عليهم، يلموا سميك من الكروم تيجوا على البطرون على الخين بيقولوا له، يولعوا ويعبوا ويولعوا نار تنشفوا تيمون. بالنتيجة هو هيدا أساس الزيت. نحن عنا مش 130 سنة، يمكن 140 سنة أساسه هو الزيت. جابيي عمو بيكون جابيي نح اشتغل، جيت أنا اشتغلت، جاء ابني جاك اشتغل كمان بهاي المصلحة ذاتها، وبعدنا ماشيين فيها. تكرم. اسمي يوسف زيلي من غوسطا، بشتغل زيت وزيتون وكبيس وما ورد وما زهر وحصر ودبس الرمان. العرق السنة هو العرق أهم شيء بين فيهم، وأطيب عرق موجود. هون هن منتوجاتنا، زيت، زيتون، كل أنواع الزيتون، الورق عريش، العرق، المزهر، الموارد البريميوم المسحوبين على الكركة، قصعين، خل عنب، خل تفاح unfiltered ورو مثل ما هو، يعني كل البنفتس بعده بقلبهم، شراب التوت، صابون البلدي. قرب قرب دوقهم، عم تشرب لمونادة.
صحتك. هاي زايد، هيدا زايد. هول الزيتات خفيف خفيف خفيف. ليش؟ سلسين. وعنا الحصرم، حامض الحصرم شغلة كتير كبيرة، يعني بعتقد مش اخد حقه كفاية بالبلد. اليوم نعمل تبولة اكيد بنحط لها حامض وزيت وملح. بتحطوا لها حامض الحصرم بتاخدوا لها طعمتها لمحل كتير 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 ابعد. الحامض اللي جاي من العنب، العنب الصغير قبل ما يستوي ويبلش يعمل سكر. هاي قصة كبيرة. نحن بلشنا بالقلب، يعني بلشنا بالعرقيد بالأول، المربيات بالآخر، بس يعني مين قال انه لازم نبلش بالعكس؟ بنبلش هون حبتين زيتون غير شكل، هولي بلا عجوة ولبنة وزيت زيتون. هاي اجت البندورة وقطع القلب. وين وين بأي بلد بالعالم في هيك البيئة؟ نحن هلا الترند كتير جديدة، كامبين كل العالم بيحبوا النيتشر وهيك، فالترند هي انه العالم عم تحب الفانات، فقدرنا انه نقدر نخلي هذا العالم تعيش هذا الاكسبيرينس. فمشان هيك وين ما مدن فينا يكون في فان، فيهم يعيشوا هالاكسبيرينس، فينا يناموا فيه قضوا نهار، اذا كان عندهم باتشلر فيهم يعملوا فوتوشوت او هيك. حتى عملنا كامب سايت ببسكنتا، فيهم العالم يطلعوا يناموا فوق، يعملوا الكامب فاير تبعهم، يناموا بالفان ويعيشوا هذا الاكسبيرينس. قديش حلوه الفكره. انا نقيت هذا المنظر وانتو فيكم تنقوا حيالله منظر بدكم اياه بلبنان، لان هول فانيت، يعني هول الترند القديمه الهيبي ستايل اللي كل العالم بتحبهم، بيدوروا وبيوصلوا محل ما بدكم. من هالمنظر الرائع بهالضيعه العظيمه اللي عم نصورها اليوم، هات نفرجيكم شو فيه. اساسا فيه تخت ورا، فيه خزانات معمول خشب كله مزبوط، فيكم تكفوا لهون تقعدوا برا بتعملوا قاعده غير شكل. هيدا بصير تخت، في عنا القعده اللازمه، درينك، نار، مشاوي والشباب، منظر كتير حلو، او رومانتيك جاذرينج، كله بيصير. فيري نايس. اجواء كتير حلوه، فيها اندايركت لايتنج، فيها مغسله، فيها نار للقهوه، وفيها تخت مريح كتير. فيري نايس. اهلا وسهلا، طبعا مارون نمنوم برحب فيكم، مطعم اللقموشي، منطقه غوسطا، قضاء كسروان. هالمشروع الحقيقه طلعت الفكره واجت كثير عفويه وحلوه. ليش؟ لسبب واحد، انه مدامتي وهون بقى مرجله الفنان انه يكون عنده شريكه حياه توقف حده وتعيش حياته مزبوطه من كل نواحيها. اول ما تعرفت عليها، اذا بتحط لك خياره وكاس عرق وراس بندوره بتقول كانك مقدمت لك غمه، وهيدا الاساس، الاساس يعني بكل شيء انه واحد يكون عنده نفس. وانطلقت الفكره من هون. اول فكره ما انطلقت انه يكون بس سناك ومعجنات، وكانت ردة الفعل بتاخد العقل، وهي اللي طورت هالمطعم تصار مطعم لقموشي بكل معنى الكلمة. ثلاث نجوم، وزارة السياحة بتشكرنا على كل شيء عم نقدمه. أهلا وسهلا فيكم، تشريفكم كتير غالي. نجاح نمنو. بحب الطبخ أكيد كتير، يعني غرامي المطبخ صار لي شي 25 سنة بهالمصلحة. اليوم بالذات سبيسياليتي لقموشي هي الفوارغ، حضرت لك طنجرة، الفروج المسحب كمان عنا سبيسياليتي على الفرن، الخبز السخن، الميزة الباردة، وكل شيء كل شيء طيب بدي ذوقكم اياه اليوم. الفوارغ طبعا هذا أكلة لبنانية وكتير سبيسيال، وقليل اللي بيعملوها، ونحن بيقصدونا من آخر الدنيا ليجوا ياكلوا عندي فوارغ. أهم شيء اني بطبخ الفوارغ على الفحم عشان هيك تطلع يمكن هالقد طيب. حمص متبل، شانكليج، ورق العنب، المحمرة، أصناف بحبوها كتير العالم. ما
مثل ما بطعم أولادي بطعم كل العالم. هيدا من أول يوم فتحنا اللقموشة. هاي بمال تاني تراينت للزبدة مطبخين منيح تكشر بتعقد حموضتهم روعة طعمتهم مثل ما لازم تكون. بشقفة الجيج كده جوسي من جوا ماي ماي من جوا سوبر جوسي مع تحميصة من برا. This is so good. فرق أول شغلة ريحتهم ريحتهم مهمة مثل ما لازم ما بيعلكوا ما بيمغطوا ريحتهم كتير حلوة مطبخين كتير منيح رزيتهم ما بيقرشوا. صار عنا أدرس للفرق بكسروان معمولين على الفحم من بعد غدا يرشكل وبيجيكم شي على الطاولة اللي اسمه سبيسياليتي المحل. من تقلق فيني خبركن فيها شي نص كيلو شوكولا رح قصها هيك مثل ما هي لننبسط فيها مع بعضنا وتشوفوا الروعة الموجودة هون. شوكولات بندق شي روعة ريحته روعة. كنت بلاقيكم قبل شوي بينمجع كمان الدجاج بس بنمجها كمان هاي أكتر أكتر. تكشر طبعا عظيم منا معلكة شوكولاتها مثل ما لازم وإذا ما جلغمتوا إيديكم مثل ما هي شو هيدا؟ اليوم معنا منذر اخونا من العراق جاي يجرب معنا الباراجلايدينج. متحمس ايه؟ اكيد. هلا رح نجهز الفوال هون ورح نطير فوق غابه غوسطا والمدينه ورح نطير فوق البحر. رح نطير فوق ثلاث محلات كثير حلوين. الرحله من هون لتحت بتاكل بين الربع ساعه و 18 دقيقه حسب الهواء. اهلا وسهلا فيكم. نحن هون بتيك اوف غوسطا. اليوم انتم موجودين بغوسطا اللي هو تقريبا 750 عن البحر. كثير من هون بنروح صوب حريصه بنروح على جونيه فوق البحر مش عم نغط بالمعاملتين بجونيه كباسنجر. اذا بدك احلى منطقه واحلى فيو واحلى منظر هو غوسطا محل منا موجودين نحن اليوم لانه بيجمع بين الجبل بين جمال الطبيعه وبين البحر وبين الارض وبين دخيل اسمها سيده حريصه. شفت الاجواء وراي قديش حلوه. انا كنت بفكر انه في واحد باراباونت واحد بياخذ موعد وبيطلع ما في حدا. اسم الله عم بيطلع واحد كل خمس دقائق ماكسيموم يعني مثل كانه طيارات عم بتغط بهيترو. والحلو انه اجانب كتير صاروه عراقيه في من كل الجنسيات كله بيجي تشوفت المنظر الرائع رائع. يس من غوسطا نطلع من هون تقريبا 18 دقيقة المنظر بياخد العقل وعم بيجوا من كل بلدان العالم بأمان يعني كتر خير قرار اليوم ولا مشكلة. احنا جمعتنا انا وياك بالكشافه اكيد بعتقد ايه. واحد يكون هالقد من 30 سنه من 30 سنه اه. طيب واحد يكون هالقد ادفنتشرس يكون هاد بحب المغامره بده يكون تعلمها شي محل هيك تلاتة نبلش من الاول نشيل التواضع على جنب. اوكي كيف بلش هذا السبور بلبنان قد صار لك بهذا السبور وكيف صار هالقد بهالفتره فينا نقول مشهور او كثير على الموضه؟ هلا بلشناها بال92 يعني كنت انا بعمل ستاج بفرنسا بجبال القلب شفت
كان هو منه قديم كتير بارابونت اوريدي هونيك بالثمانينات يعني. تعلمت هونيك وجيت على لبنان تعمل مزرعة، أنا داري زراعة، جيت عم بعمل مزرعة هون ما زبطت المزرعة، بقى صرت جرب طير، كان معي بارابونت صغيرة جبتها معي يعني، بس ما كان عندي شي خبرة، صرت جرب بليسة وهون وبفرية وهيك، شفت إنه كل أصحابي صاروا يقولوا علمنا علمنا، أصحابي لازم سكوت يعني، بقى صرت أعلمهم ورا ما فكش كان واحد إيده هيك قلعنا. ورجعنا بعدين شفت انه في دوموند، رجعنا عملناها شوي اكثر اورجانيزي، اخذ عملنا ساجيت اكثر افونسي بفرنسا، واجا ناس هون ساعدونا وليك صارت يعني لعبه بلبنان. البارابونت اول شيء كثير مشهور، بس كثير مشهور بالعالم انه في بلبنان بارابونت يعني، شو في من العراق في من مصر في بس حتى من اوروبا اللي هي مثلا سويسرا وفرنسا اللي احلى محلات البارابونت، لما بيجوا بيعملوا هيدا الفول بالذات بيقولوا واو من احلى فولات عندهم، لانه قليل لتشوف هيك الجبل هالقد عالي وهالقد قريب على البحر. كل البيلوتيه معهم باراشوت وسكور، كل البيلوتيه كثير عندهم تكنيكمان كثير عالي صار، لانه عندنا كثير دوموند بلبنان بنضل نطير، هو النمبر دو فول او الساعات الطيران اللي بتاثر كلهم عندهم كثير اكسبيرينس يعني. ومثل ما بتشوف ليك انا في عم يجي ناس يعملوا بارابونت حتى هن يعني بحياتهم ما كانوا مفكرين حيعملوها، يا ما بيقدروا يركضوا يا وزن عالي يا كذا، وعم يقدروا يطيروا بكل شروط الامان يعني. يا اخي طير انا مريم. لما بنعمل له البريفينج للشخص بنقول له انه اهم شيء ما بده يقعد على التيك اوف، لانه نحن ما معنا دويليب وما معنا موتور، الطريقه الوحيده لنعمل اطلاع سليم هو انه الشخص يركض معنا. بونجور، معكم سمعان، هون انتم بالسانلاند، مش ضروري بس تجوا تطيروا تعملوا اكتيفيتي باراجلايدنج، فيك تجوا تجوا، في عنا تشيل بار سانسيت، نعمل رومانتيك دينر، برايفت بارتيز، تعوا شرفونا وشوفوا الفيو من عنا من هون. اذا عندكم شيء سبيشال ايفنت كنتوا تعملوها كمان فيكم تعملوها عنا. اهلا وسهلا فيكم بالسانلاند. هيثم شبير، انا من غوسطا. البروجكت وراي نوك، اتس ان اير بي ام بي، هو كابن رنتل، برايفت كابن، بتاخدوها 10 تو 12 تو 15 جيست سليبينج بيبل. هون هن حوالي 5 تو 6 بيبل مرتاحين. نحن موجودين على الفيو مع جونيه باي كلها موجوده هون. البروجكت فيري نيو، عمره تقريبا بس 1 ويك. يو كان فايند اس اون انستغرام نوك ال بي، موجود الرقم، موجود ايميل، موجود كل شيء معلومات. ثانك يو سو ماتش. من الفرن بلشنا ومن الفرن رح نخلص، بس هالمره بتغير القرمة يعني، فرن محاسب بتقلب بتصير كعكه واخته من الاربع بعد الظهر وطالع. يلا كعكه. هاني محاسب، انا هون يعني صرنا فاتحين جديد كعكه واخته مثل ما بتعرفوا، انا وخيي بنعمل كعك، نحن بنعملها شغلنا، ومحشيه كل شيء، جبنه، لبنه، كفته، سجق، حلوم. نحن اللي بميز كعكتنا انه نحن بنشتغلها هون هوم ميد، بنشتغلها طازة، بنحضرها وبنحشيها بالليل، يعني هي تراثية من ورا عمي له زمان بالفرن، حبينا نكفر هالمصلحة ونطورها شوي شوي. نحن هلا عم نعمل كفتة سبيسيال، كفتة بيجي معها جبنة موتزاريلا وحلوم. مش بس قرشتها كرمة، سمسمتها وطعمتها، ريحتها روعة، والمكونات اللي مستعملها جوا رائعة كمان. حلوه مع بيستو بندورة سوبر ريكومندد. فيني ضلني عم بتفرج هذا المنظر لبكره. من 0 ل 750 متر والبحر تحتكم، بتمدوا ايدكم بتلاقوه.
شو هالبلد، شو هاللبنان، شو هالضيع وشو هالغصة اللي بتاخد العقل. أكلنا منقوشة طيبة بلشنا الصبح، تغدينا غدا غير شكل وخلصناها بكعكة، وبالنص محل ما بدنا ننام، محل ما بدنا نلعب البارابونت الاكتيفيتيز، ومن ضيعة على ضيعة، من شارع على شارع، برمنا على بيوت قديمة وكتير حلوة. منطقة كتير حلوة بنص كسروان، بمنظر بياخد العقل، غيوم شوي بس فيني قلكن بروداتها غير شكل، وساعات اللي بتطلع الشمس بتحسوا نور قلبكن. مشوار بيخلص هلا، ان شاء الله تكونوا بسطتوا فيه. يلا انا كعكي للطريق، وبنلتقى بكره بحلقه جديده من ضيعه. ذكر سيربريز عليكم.